المقابلة ديال ثلاث نقاط اللي تخلينا في لاكورت على الشامبيونة. مشكورين الجماهير ديالنا الودادية ومشكورين اللاعبين على المجهودات اللي تقدموا. اليوم نحاولوا نطوروا الصحه ديال البطوله، غادي نحاولوا نبقاو ان شاء الله ننافسوا حتى الاخير دوره كما قلت، غنطوروا الصحه ديال البطوله ونفكروا ان شاء الله في الماتش اللي جاي ديال الشامبيونز ليغ. ماتش بالنسبه لنا ديال العام، ماتش ديال حياه او موت، مازال كلشي بين يدينا، نحاولوا ان شاء الله نخليو رجلينا في الارض. حنا في واحد المناعره اللي صعيب شويه، تنحاول ان شاء الله اننا نجلسوا بعضياتنا وبالدعم ديال الجماهير الوداديه ولا الجماهير ولا الشعب المغربي اللي عارفين السند ديالنا. نتمنى نكونوا في موعد ان شاء الله باش نجيبوا نتيجه اللي تكون ايجابيه من مصر. من طبيعه الحال الماتش اللي تيكون هنايا في كازا وبالجماهير ديالنا اللي تتكون مدوره الملعب والسند ديالنا، وبالنسبه لنا هما رقم واحد من جميع اللاعبين. الهدف ديالنا الاول ان شاء الله هو اننا نمشيو لمصر ونجيبوا نتيجه اللي تكون ايجابيه، ومن بعد نفكروا في المقابله ديال العوده ان شاء الله.